مرحبا صبايا، واهلا وسهلا فيكم بقناتي عن جديد. بفيديو اليوم بدي اعمل ريفيو عن فاونديشن رح جربه لاول مره قدامكم على الكاميرا، ورح جربه خلال النهار واعطيكم رايي فيه اذا كان منيح او لا. الفاونديشن عم بحكي عنه هو من كاتريس. هذا الفاونديشن اتش دي ليكويد كفرج، كتير انحكى عنه وكتير قالوا انه هو كتير منيح وسعره كتير افوردبل. اذا حابين تعرفوا كل التفاصيل عن هذا الفاونديشن بليز خليكم عم تحضروا الفيديو للاخر، كمان ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل اذا كنتوا اول مرة عم تشاهدوا القناة، كمان فولو مي على الانستغرام والفيسبوك. خلينا نبلش. هذا الفاونديشن بالشيد 040 اللي هو وورم بيج. بيقولوا عن هذا الفاونديشن انه هو كتير خفيف ومنه اويلي على البشرة، يعني ما بزيت البشرة. بنفس الوقت هو بضاين كتير وقت، هو فول كفرج يعني تخطيطه كاملة من دون ما يبين انه حاطين ماسك على وشكن، وكمان فيه هاي ديفينيشن اللي هو اتش دي فينيش مشان الكاميرا. سو هول هن الاشياء اللي حاطين عن هذا الفاونديشن، بيقولوا انه هو بضاين ل 24 ساعة. سو انا حجربه هلا ورح شوف على قد ايه حيضايقني، يعني على القليل يضايقني 8 ساعات بيكون كتير منيح صراحة. سو حجرب هذا الفاونديشن. اول شيء رح خده كتير منيح، رح بلش الميك اب ورح استعمل من فلور مار اليمينيتنج ميك اب برايمر. ما رح احط برايمر يعطي لمعه كتير قويه على بشرتي لانه بدي اجرب الفاونديشن، فمشان اعطيه حقه مزبوط رح احط البرايمر اللي عاده انا بحطه كل يوم على وجهي. ثاني شيء رح استعمل الفاونديشن، حاخد منه شوي عم بحطه على الباليت، حطيت وحده كامله من هاي. اوكي التكستشر تبعيته اذا ملاحظين كتير ليكويد، ليك قد ايه هو سائل، واضح انه هو كتير سائل. سو هلا حجرب على وجهي تيبين معي قد ايه هو الكفرج تبعيته اذا كانت هي تغطيه كامله او لا. عاده الفاونديشنز اللي بيكونوا سائل كتير يعني التكستشر تبعيته كتير ليكويد ما بيكونوا كتير فول كفرج لانه بيكونوا خفاف، فهيدا حتكون هو فول كفرج بس التكستشر تبعيته كتير ليكويد مثل ما ملاحظين. اوكي ليكو قد ايه هو ليكويدي. لاعطي حق الفاونديشن ويبين معي مزبوط اذا هو فول كفرج او لا، رح استعمل من ميك اب فور ايفر ال 108 براش يلي كتير بحبها. اوكي لون الفاونديشن شوي افتح من لون وجهي، ليكو الفرق بلاير واحد بين هيدي الجهة وهيدي الجهة. انا عم بمده ما حسيت انه عم بحط طبقه سميكه من الفاونديشن، بالعكس كتير خفيف، بس شفته التغطيه تبعيته بين هاي الميل وهاي الميل. كمان حسيته انه مثل دغري نشف على بشرتي وعاطي كانه مات، يعني ناشف ما منه اويلي ابدا ولا ساتن، لا بالعكس مات مات، مبين انه هو مات بس خفيف منه سميك، يعني منه مات سميك على البشره. بنفس الوقت تخطيطه عالي. عم بكمل وزع الفاونديشن على كل وجهي، ما رح وزعه بالبيوتي بلندر كمان لانه بيوتي بلندر بتمتص من الفاونديشن. سو مشان هيك بفضل على طول اني استعمل البراش. اذا انتم على بالكم بس اعمل ريفيو جرب الفاونديشن بارت ببيوتي بلندر وبارت بالبراش، خبروني بالكومنتس تحت. هلا رح استعمل الكونسيلر من كاتريس الكاموفلاج كونسيلر بالشيد 015 الهاني. هذا الكونسيلر كمان تخطيطه كامله وكمان خفيف لتحت عيونكم. هعمل كونتورين كريمي لوجهي وحاستعمل من هولا برونزر، هيدا الكويكي برونز. رح ثبت كل شيء بالترانسلوسنت باودر من كيت فون دي بالبرش، حاستعملها لأن ما بدي كتير كتر باودر على وجهي. مثل ما شفتوا حطيت الفاونديشن كونسيلر، حطيت كريمي برونزر، وكمان ثبتتهم شوي صغيرة بلوس باودر. لوس باودر ما كترت منها لأنه بس بدي ثبتهم، ما بدي أعطي كفرج زيادة عن الفاونديشن، وما بدي إياها تكون كتير مات عشان أعرف الفاونديشن قديش هو حيضاين أو لا. ثبتت بالبرش مش بالباف، أنا عادة مثبت بالباف إذا بدي الفاونديشن يكون مات، إذا بدي يضاين كتير وقت ما حطيته بالباف، حطيته بالبرش لشوف هو قديش حيضاين. فحاعمل باقي الميك اب وبرجع لكم بعد شوي.
كمان الميك اب لوك تبعولي ورايي بهذا الفاونديشن، ان اول شيء نحن عم نحط الفاونديشن ما بنحسه سميك او بنحسه مزعج على البشره، كتير خفيف بنشف بسرعه وما بتحسوا حالكم انكم حاطين فاونديشن. الكفرج تبعيته كتير حلوه. قد ايه حيضاين مع الفاونديشن رح شوف خلال النهار. وصار لي تقريبا شي ساعه حتى الفاونديشن على وجهي ولهلا بيرفكت كاني هلا حطيته، فرح كمل بالنهار وبخبركم رايي فيه لهذا الفاونديشن. جايز حتى الفاونديشن على وجهي 4 ساعات مثل ما شايفين، شوي اويلي على التي زون، بقي ما تبقى بعده منيح الفاونديشن حتى الكونسيلر كتير حبيتهم لهلا. صراحة بقيت بالبيت اليوم ما ظهرت، على أساس عندي ميتينج برا وتأجل الميتينج فما رجعت ظهرت من البيت، وأكلت وشربت وكل شيء. شوي الحمرة كمان من هون أشرت على التبولة لأنه فيها زيت، بس غير هيك كله لهلا فاين. اخر نهار برجع لكم وبخبركم قديش ضايم معي الفاونديشن. رايي الاخير عن هذا الفاونديشن، اذا كان عندكم بشره ناشفه ما تستعملوها، اذا كان عندكم بشره كومبينيشن سكن او بشره اويلي اكيد تستعملوه، بس اذا كانت بشرتكم اويلي فضل تستعملوا برايمر ماتيفاينج اللي هو بنشف البشره كمان وخصوصا منطقه التي زون او اذا عندكم بورز. هلا انا ما استعملت ماتيفاينج برايمر، استعملت اليمينيتينج برايمر يلي هو بيعطي لمعه للبشره، فاذا التي زون عندي لمعت من ورا البرايمر اللي استعملته. ليه استعملت برايمر؟ لانه انا اخر فترة عم بستعمل هذا البرايمر مع كل الفاونديشنز تبعولي، عم بحبه كتير، فمشان هيك ما حبيت اني غير وما حبيت استعمل ماتيفاينج برايمر لانه بدي اعرف الفاونديشن بالضبط كيف بيشتغل على بشرتي. فهيدا رأيي فيه. مثل ما قلت، اذا كان عندكم بشرة اويلي او بشرة دهنية استعملوا ماتيفاينج برايمر بيطلع كتير حلو، بشرة كومبينيشن بيطلع كتير حلو. هلا انا مني يعني مني ملمعه بدرجه انه كتير في اويل، بس لا بتحسوا في جلوي بالبشره. هيدي بالنسبه للفاونديشن، حسيت ما صراحه هون حوالين تمي عمل كريسينج شوي، يعني منه سميك الفاونديشن كانه يزعج، بس عمل كريسينج هون حوالين تمي، يعني هون على الخطوط شوي هيك بينوا اكثر. هذا كان رايي بالفاونديشن، ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو واستفدتوا من الريفيو. اذا حبيتوا ما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب للشانل وفولو مي على الانستغرام والفيسبوك.